سينضم إلينا من واشنطن رامي جبر. رامي، فروق التوقيت ونقاط التصويت، صف لنا كيف ستدار العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم تامر، بالفعل هناك فروق توقيت، نتحدث عن 3 ساعات فارق توقيت ما بين الساحل الشرقي للولايات المتحدة حيث العاصمة واشنطن ونيويورك، والساحل الغربي حيث كاليفورنيا على سبيل المثال. يستعد المصريون هنا في الولايات المتحدة للتصويت في 5 مقرات قنصلية في الولايات المتحدة الأمريكية. يأتي على رأسها بالطبع مقر البعثة الدبلوماسية في واشنطن، والذي يخدم بعض ولايات الساحل الشرقي مثل نورث كارولينا وساوث كارولينا وفيرجينيا وميريلاند القريبتين، بالإضافة إلى بعض ولايات الغرب الأوسط. ثم إذا اتجهنا شمالا هناك القنصلية المصرية في نيويورك، والتي تخدم الولايات الشمالية أو المصريين في الولايات الشمالية. ثم هناك في منطقة الغرب الأوسط في قلبها حيث ولاية إلينوي مدينة شيكاغو قنصلية مصرية أيضا لخدمة المصريين في تلك المنطقة واستقبالهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية، جنوبا ولاية تكساس ومدينة هيوستن، ثم على الساحل الغربي ولاية كاليفورنيا ولوس أنجلوس حيث ربما أكبر تجمع للمصريين في مدينة لوس أنجلوس كاليفورنيا. هنا في واشنطن استعدت البعثة الدبلوماسية المصرية لاستقبال المصريين بدءا من الغد الجمعة الأول من ديسمبر في 9 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة وحتى 9 مساء، وسيتكرر ذلك في اليومين التاليين السبت والأحد الثاني والثالث من ديسمبر. وسيتيح ذلك فرصة في الحقيقة، لأن السبت والأحد أيام إجازة أو عطلة أسبوعية هنا في الولايات المتحدة، سيتيح ذلك لكثير من المصريين القدوم إلى هنا إلى واشنطن، خاصة أن هناك ساعات سفر طويلة يقضيها بعض المصريين القادمين من الولايات غير القريبة من واشنطن كما ذكرنا، يقضون ساعات طويلة وهم عازمون بالفعل على قضاء هذه الساعات الطويلة حتى يأتوا إلى واشنطن للتصويت في هذه العملية الانتخابية التي يرونها عملية مهمة بالفعل، ويجب عليهم كمصريين حتى وإن كانوا حاملين للجنسية الأمريكية إلا أنه يجب عليهم كمصريين أن يشاركوا، وقد لمسنا بالفعل هذه الرغبة الأكيدة لديهم في المشاركة. السفارة المصرية في واشنطن. رامي، لضيق الوقت أنا سأكتفي بما قدمته حول شرح آلية العمل الزمني والانتقال عند هذه النقطة. أشكرك رامي جبر، مراسل القنوات الإخبارية للشركة المتحدة، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن.